أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا طلب من شخص أن يشهد فهل له أن يرفض الشهادة؟ إذا طلب من شخص أن يشهد فهل له أن يرفض الشهادة؟ أن يطلب يرفض الشهادة. لا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ويشهد بما يعلمه لئلا تضيع الحقوق. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.